هالقصة اللي يقولها تنم أيضا عن الذكاء والفطنة. أحيانا بعض الناس سبحان الله يأخذها على طول يلقطها بذكاء. يقال أن فيه عرب وكانوا في البر وأيام أمطار، وفي ليلة من الليالي كان المطر مستمر عليهم، فعلشان يصلون الفجر طلب شيخهم أنهم يجون يصلون في الشق عن المطر ليل خيمة ومطر إيه شق البيت بيت الشعر. فصفوا الجماعة يصلون قطين، والقطين معروف ما بين 30 إلى 40 بيت يعني، فصفوا يصلون صلاة الفجر. فلما لاحظ الشيخ ولا واحد من الجماعة من اللي معهم فقير، ولكن مثل ما تفضل أبو عمر أنه يخبي عفيف، فاللي صار أنه ينفض كأنه تحت شيء ينفضه، وثيابه مبلله خلال مشيه من بيته لشق الشيخ تبلل من المطر ولا دامل. وكان شغلته وشو شغلته؟ أحد اللي أحد العرب اللي يروح يجيب له غرض يخدم، يجيب لهم اللي يبون حطب واللي يبون، وياخذ كروة يكد على عنده والده موجود وأمه موجودة وعنده عيال وله أخون متوفي وله بنيتين ويكد على هالعيال. المهم الشيخ شاف الرجل هذا ينتفض من البرد ولا عنده لباس، يعني هذا دليل ما عنده لباس عشان يوقي نفسه، ولكن يعرف هذا الرجل أنه عفيف، لو أعطيته أو قلت له تعال أعطيك ما هم ماخذ. فسأل سؤال بذكاء ورد عليه ذكاء الرجل الثاني، قال يا أبو فلان، قال له سم يا شيخ، قال أربعة، مع أربعة ما تكفيك عن أربعة؟ قال لا يا شيخ. قال ليه؟ قال أدين دين وفي دين وازرع البعدين. يا سلام يا سلام. الحاضرين ما يدرون ايش. فبعد ما يعني تفرقوا مشى هذا الأول اللي هو الرجل اللي ثيابه مبللة، مشى له. الباقين قعدوا ويبي يسألون الشيخ وش السالفة، وش اللي قلت، وش اللي رد عليك. فإيه قال له، قال أبيع عشان في فقرة مهمة، قال دين دين وأوفي دين وازرع البعدين. قال الله يعطيك العافية، ولكن خلك حريص ولا تبيع رخيص. وقام الرجل ده ومشى. فسألوا الجماعة اللي عنده وش الكلام وش الموضوع عن يعني مثل هذا الرموز هذه أيه. قال لهم أفا ما فهمتوا، أنا الحين قاعد أنا أحدد لي شخص أنا بخليه شوير لي، وممكن يمسك العرب عقبي العمر بيد الله، وأنا رجال كبير ما عرفتوا ذا جل مني بمسك العرب مني بيصير شوير، لكن تدرون أبعطيكم فرصة أني دم باتر بالليل دوروا الحل، واللي يجيب الحل أخلي شوير لي. قاموا وكل راح بيته. وش حطوا في بالهم؟ نبي نروح لهالرجال نسأله ونقول عطنا الحل ونعطيك مقابل إنك تعطينا الحل. فهمت شلون المقصد؟ فراح أحد يغششهم يشترون منه الحل. إيه شراء. المهم راح قال والله يا جماعة سمعت يقول لا تبيع رخيص. قال لا نعطيك اللي أعطاه بل واللي أعطاه غنم واللي أعطاه قم وعطاه. قال بس لا تعلم أحد. قال لا وانت لا تقول إني جاني فلان. قال أبد ما عليك إلين الليل نجتمع. راح هذا يروح وذاك يجيه ثاني إلين بدوا عليه الجماعة ما حد يدري عن الثاني إلين عطوه إلين أغنوه بهال هالجواب اللي عطوه إياه. وكل واحد يعطيه الجواب، بس طبعا ما راح يبدي الجواب اللي عند الشيخ. صحيح. فوش كان الجواب؟ هل نقول يا بعد مسألة ولا نطرحه؟ إلا لا عطنا بس دخل الجواب يعطونا هالجمهور.
طيب يقول أربعة مع أربعة ما تكفيك عن أربعة؟ أربعة الصيف شغلك وأربعة الربيع ما توفر فيها شيء لشتة وبرادشتة وتدفع عيالك وتاكل؟ قال لا يا شيخ. قال لي قال أدين دين، أدين عيالي عشان يردون أوكلهم، وأوفي دين أمي وأبوي، وأزرع البعدين لهاليتام ألقاه قدامي. قال له خلك حريص ولا تبع رخيص. وكانت حكمة الشيخ القبيلة أنه أني خلي هالجماعة ذولا يروحون يشترون الجواب منه ويغنوا، وأصبح تحول إلى رجل عنده غنم وعنده حلال وعادت روحه. وهذا أيضا نيته وفعله الخير بوالده وعياله وبهاليتام، انفتحت لها الدنيا. يا سلام وسلامة الجميع. الله يبيض وجهك. يعني أنا جاوبت عليها.